أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: من لم يجد في نفسه الشوق إلى مكة فهل عليه عقوبة أو ماذا عليه؟ أو هل يدل ذلك على قسوة قلبه؟ ما أظن مسلم في قلبه إيمان ولو ضعيف ما يحن إلى مكة، حتى ولو إيمانه ضعيف مهما كان، ما أظن هنا مسلم ما يجد في قلبه حنان إلى مكة أبداً، إنما هذا عند المنافقين والعياذ بالله. أما المسلم أبداً ولو كان إيمانه ضعيف فهو يحن إلى الكعبة والبيت. نعم.